قال الشيخ الدكتور زيد بن سعد الغنام بمناسبة إمامة الحجاج للشيخ الدكتور محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح في مسجد الخيف هذه الأبيات: أما الحجيج بترتيل لآياتي في مسجد الخيف في جهر الصلوات. أما الحجيج بترتيل لآياتي في مسجد الخيف في جهر الصلوات. في موسم الحج قد بانت مواهبه ما بين درس وإفتاء ودعوات. وفي المواعظ أستاذ له وأثر على الحضور بتبيين وإثبات. وفي المجالس كم يبدي فوائده ويلتقيها بأفكار وخبرات. فيه الوفاء لأشياخ ذوي همم فجاد بالقول عنهم والكتابات. حتى غادت كتبا في فن ترجمة يثنى عليها بموهور الإفادات. فيه الشهامات والإحسان ديدنه عزيز نفس كريم ذو ابتسامات. 20 عاما من الأزمان صحبتنا قد زانها الود في حسن المروءات. إن كنت تسألني عمن ذكرت لكم ذاك الفريح كبير في المقامات. أما الحجيج بترتيل لآياتي في مسجد الخيف في جهر الصلوات. في موسم الحج قد بانت مواهبه ما بين درس وإفتاء ودعوات. وفي المواعظ أستاذ له أثر على الحضور بتبيين وإثبات. وفي المجالس كم يبدي فوائده ويلتقيها بأفكار وخبرات. فيه الوفاء لأشياخ ذوي همم فجاد بالقول عنهم والكتابات. حتى غادت كتبا في فن ترجمة يثنى عليها بموفور الإفادات. فيه الشهامات والإحسان ديدنه عزيز نفس كريم ذو ابتسامات. 20 عاما من الأزمان صحبتنا قد زانها الود في حسن المروءات. إن كنت تسألني عمن ذكرت لكم ذاك الفريح كبير في المقامات. كبير في المقامات.